طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للنخامة يبتلعها الصائم؟ النخامة في الحقيقة أيضا هذه من المسائل التي ذكرها أهل العلم، وبعض العلماء يفرق بين النخامة النازلة من الرأس وبين النخامة الخارجة من الصدر، وبعضهم لا يفرق في هذا. المقصود بأن الإنسان إذا غلبته النخامة هذه الواجب عليه أن يلقيها خارج فمه، وإذا تعمد بلعها فبعض أهل العلم يقولون بأنه يفطر بهذا البلع، بهذه النخامة، خاصة إذا كان لها جرم يعني كبير فيفطر بهذا. هناك من يفرق، من يرى بأن النخامة النازلة من الرأس تفطر بخلاف النخامة الخارجة من الصدر، وبعضهم يعكس. لكن عموما إذا الإنسان غلبه شيء من هذه النخامة أو كذا فدخلت جوفه فلا شيء عليه في ذلك. أما إذا تعمد وتقصد بلعها فحقيقة هذا يكره له، وينبغي للصائم أن يحتاط، وهذا أمر في حقيقة يعني أصلا مستقبح. نعم. يعني بالنسبة للوازع الطبعي تضر الإنسان. نعم، يستقبح أن يبلع مثل هذه الأشياء التي يعني محلها القاء خارج البدن، فلكن إن حصل فيخشى على صيامه. نعم.